لما فضاجلكم هتشوفوا حاجات غريبة بشكل تاني. وانتو نصيبكم لما بقاجلكم ابقوا سدوا اللي يطلع من لساني. انا مش فاضلكم لما بضاجلكم هتشوفوا حاجات غريبة بشكل تاني. إلو إلو إرش ما بينمشي ما بالك يا أبو زنيد اللي عليه اللي عليه اللي عليه أنا تعبان خلينا نترى شوي شي تغني لها غني لها حين ملونا بك يا زهر يا حوجني للحبال الهنا الهنا احلى ابراهيم مبسوط اي لك اغنيه دخلت ابراهيم اغنيه زلت عزيز النفس على الشان عديم المال يا وين ملعونة أبوك يا عوزة زلت السؤال الدال لو لعبت يا الزهر وتبدلت الأحوال كرسي كرسي وركبت أول موجة في سكة الأموال اروح لاول واحد يا رائد هاي الاصليه احتجت له بسؤال والله حسستوني كانه قاعد بمصر اروح لاول واحد احتجت له بسؤال كسر في خاطري ساعتها وراني دقت الحال اعمل معاه الصح يا ابو زنيد واسنده له مال واوقف جنبه في المحن واكون طويل البال واعرفه ان الفلوس 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 يا ابو الدهب ما بتعمل شرقان والحوجه مره ويا ما بهدلت أبطال جزيل يلا كلكم على الساحة وأنا بدي أرجله لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال رحني أول واحد أول واحد تقتله بسؤال صار في خاطري ساعتها وراني دقت الحال اعمل معاه الصح يا ده واسنده لو مال واقف جنبه في المحن واكون طويل البال صار في
خاطر سعيد قولوا با قولوا با قولوا با صوروا فرقة فرقة مشروب يرفع ايده لفوق.